شوفوا قضيه بنتي والغرايق بنتي راه ضربت في مؤسسه، حنا نهار الاول راه كنا في البلاد ديال ليبول يقول لك راه محميين، ولكن انا بنتي راه مش محميين، ما كان المسؤولين الاول ما كانش يحماها كاع، انا نهار الاول كنا خاطر بنتي انا كنت نقرا في البنت الوسطى يقول لك الطفل في المؤسسه الداخل راه محمي، ولكن انا بنتي راه ما تحماش الاول، ومش غير بنتي انا راه بنات كاع الناس، راه كاع الناس مش هذا على نفسي، راه الناس كاع مش محميه مانيش خلاه، هذه بنتي لا ضربت، قول بنت فلان، قول بنت فلان، ابن فلان، يا خويا لا يقولوا لا نعود نروحوا مع اولادنا الصباح مع اولادنا اللي يكون يقراوا ويقولوا عندهم ان يخرجوا ونجيبوهم هذا راه حكم ربي هذا راه مش قليل انا راه كاع الام هذا راه مؤسسه ما كانش هذه مؤسسه ما كانش نطلبوا من السلطات المعنيه والسلطات الكبار هنا في بلادنا يشوفوا لنا حل رانا حكمنا خلاص ما بقات لنا حتى هضره كاع دوكا تخرج بنتك الصباح لازم تخرج معاها تروح معاها من 8 ل 12 بطل خدمه خويا وقعد عندها في الليكول تقرا بنتك جيبها وروح ما كانش مشكل كاع هو واش نديروا ما كانش هذا يقول لك تقرا تسخر الباب تاع الليكول محمي التلميذ ما تجيه ما تحوس عليه هو بس تعال نشوف الكفاره ما كان محمي الاول نطلب من المسؤولين راح مع الاول ديكم يتدخلوا شوفوا حال بنتي عيب بنتي راهي تحوس على عيب بنتي راهي تحوس على تحت ما لي طالب والو طالب من المسؤول الاول تاع الولايه يتدخل شوف لي حل بنتي تداوى هنا تداوى في الخارج يدبروا الرساله هذه راه عندكم هما مش بنتي انا انا يدبر الرساله ويتخيل ويروح هو ابنه اسي راه ابنه ضربه في ليفون وداه 100 كيلو دم ويسير كافيدراليه جامعه الوليه التلاميذ مكتب عين وسنة اتصل بنا السي بكاء على حادثه الدكتور الاسراف في الثانويه طورنا حنايا انتقلنا الى مديريه التربيه لان وصلنا لمديريه التربيه القضيه وبدورها هي تعمل على اجراء العمل وعملنا على زياره احنا والاب في زيارتها بالمستشفى كوبا لطب العيون بالولايه اين اطمئن على حالتها